سير تعريف كلمة كولوني للسنساح اللي هو بيعمل ايه؟ احنا مع بعض هنعرف السنساح ان هو عبارة عن عملية بتتم ازاي؟ ازاي تقدر تعمل سنساح؟ عشان تعمل سنساح لازم تحرك جين، لازم تحرك جين من دي ان ايه لانذر دي ان ايه. يعني انت عشان تعمل سنساح لاي حاجة في حياتك لازم جين معين يتحرك من دي ان ايه مولكيول لدي ان ايه مولكيول تاني. وقال لا مش هو ولا كلمة. طيب عندنا مع بعض كلمة كلونين، كلنا عارفين ان معناها ايه؟ استنساخ. يبقى انت نص الورق ورا عشان فين زمان ما خدش ورق. معنى كلمة كلونين استنساخ، انا حاجة صفر. وبنعرف مع بعض معنى استنساخ ان انا بحرك الجين من دي ان ايه مولكيول لانذر دي ان ايه مولكيول. هنشوف الكلام ده صح ولا لا. بس هو السؤال، احنا كلمة استنساخ بتطلق على ايه؟ أول حاجة يا جماعة أنا ممكن أحب أستنسخ دي إن إيه. عندنا دي إن إيه وعايزين نعمل منه نسخ كتير. في حاجة اسمها استنساخ الدي إن إيه. إن أنا عندي دي إن إيه وعايز أعمل منه نسخ كتير. تاني حاجة يا جماعة عندنا حاجة اسمها استنساخ حياة. يعني أنا عندي حياة وعايز أعمل منها كوبي تانية. عندنا حياة وعايزين نعمل منها كوبي أخرى. وعندنا رقم ثلاثة استنساخ من اجل العلاج. يبقى احنا عندنا مع بعض الاستنساخ ثلاثه. ممكن يا جماعه اعمل نسخ من دي ان ايه، اعمل نسخ من الحياه، اخر حاجه اعمل نسخ عشان عالج. تعال نبدا بالصغيرين زي ما متعودين. نسخ من الحياه يسموها ايه؟ يعني انت عايز تعمل نسخ من الحياه يسموها ريبرودكتيف كولوني. ريبرودكتيف ولا مش فاهم يعني ايه؟ ريبرودكشن يعني ايه؟ تكاثر. لما تستنسخ كذا حياه انت كده بتكتر البشريه. ده يسموه ريبرودكتيف كولوني. عندنا استنساخ من اجل العلاج يسموه ثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك كولوني. وعندنا حاجه اسمها دي ان ايه كولوني. يبقى في الامتحان بيجي لك سؤال كولوني. عشان تعمل استنساخ ليها شرط بتحرك الجين من مكان لمكان. وهنشوف الكلام ده صح ولا غلط. وعندنا مع بعض انا ممكن اعمل استنساخ للدي ان ايه، يعني اعمل منه نسخ كتير. اعمل نسخ من الحياه. اعمل نسخ عشان عالي. تعال نبدا مع بعض بالاثنين الصغيرين الاول. يعني ايه ريبرودكتيف كولوني؟ يعني ايه اعمل نسخ من الحياه؟ دلوقتي يا جماعه نفترض لو قدر الله جالك واحد وقال لك انا ابني مات في حادثه. قول له ايه المشكله؟ ابنك مات في حادثه ما تزعلش، روح بس ادفنه. روح ادفن ابنك اللي مات ده ولا هجيبه لك تاني. انا هجيبه لك تاني ما تزعلش خالص. الحياه اللي ضاعت هنجيبها تاني. وده معنى كلمة ريبرودكتيف كولوني. خلي ابنك يدفن ويستريح وبعد كام شهر هات لي حاجة من قطره. عضلايه من قطره، أي حاجة من قطر ابنك اللي مات. تجي لي بعد شهر ومعاك عظمة ابنك اللي مات. هذه العظمة عبارة عن سوماتيك سيل. العظمة دي عبارة عن سوماتيك سيل. النواة فيها كام كروموزوم؟ 46. يعني هذه العظمة عبارة عن سوماتيك سيل إن يجرس فيها 46 كروموزوم. وبعد كده اسالك سؤال محرج شويه، انت متجوز ولا مش متجوز؟ يعني انا عارف ان ابنك مات وكل حاجه على عيني وراسي، بس السؤال انت متجوز ولا مش متجوز؟ اصل النقطه دي مهمه قوي. لو انت متجوز، لو انت متجوز انا لو سمحت عايز المدام. عايز المدام عشان هاخد منها اوفر. هاخد منها بويضه. انا عايز من زوجتك اوفر، عايز منها بويضه. هي البويضه يا جماعه النواه فيها كام كروموزوم؟ 23. معلومة لازم تعرفوها ان الحياة موجودة في السيتوبلازم بتاع البويضة. يعني مع الحياة مش موجودة جوه النواة. الحياة الجديدة بتبقى موجودة في السيتوبلازم بتاع البويضة بتاع الاوفر. وصلت؟ طيب وهقول لي بعدين. التكنيك النهاردة موجود يا جماعة، تكنيك سهل قوي. بناخد النواة دي نرميها بره. بنطلع النواة دي بره ونرميها في الشارع. النواة بتاع الاوفر بتضربها بره. ونبدا ننقل النواه بتاع ابنك اللي مات في الاوفر. هي زياده طعم في النواه مالكش دعوه. نقدر ناخد النواه ديت بتاعت السوماتيك سيل ونعملها ترانسفير للاوفر. وده تكنيك اسمه سوماتيك سيل نيوكلياس ترانسفير. ده عباره عن تكنيك بيتعمل اسمه سوماتيك سيل نيوكلياس ترانسفير. لان النواه اللي فيها كام كروموزوم؟ 46. لانها فين؟ في البويضه المفرغه. وخلي بالك حتى البويضه وهي مفرغه الحياه موجوده فيها في السيتوبلازم. الروح الجديده في السيتوبلازم. قول لي وبعدين؟
مش انت متجوز؟ هذه البويضه هتحطها فين؟ هتحطها في الرحم بتاع الست انت متجوزها. هذه البويضه هنزرعها في الرحم بتاع الفيميل. قالوا بعدين وهنعرضها لكيميكال معين او كهرباء معينه في درجه معينه بحيث ان انا احفزها انها تنقسم. تبدا هذه البويضه تنقسم وبعد 9 شهور يعدوا سبحان الله ابنك اهو، ابنك اللي مات اهو، فاكره وهو صغير نفس المنظر وهو صغير، نفس المنظر وهو صغير خلق ناطق هو. لكن يبقى المساله هي نفس الروح ولا لا؟ دي عليها مشاكل شويه. يعني عليها مشاكل؟ يعني مع حته الانسان السافل البشر موجوده وموجوده واللي بين عملتها الدول كتير عملتها، قانونا ممنوع حد يعلن عنها. من ايام استنساخ النهج الدولي واستنساخ حاجات كتير استنساخ البشر موجود. بس هل الروح دي موجوده؟ محدش يعرف، مش هتقدر تتكلم في النقطه دي. هل الروح دي روح قديمه؟ محدش يعرف. بس اخر نقطه يا جماعه، هذا الطفل اتولد شبه ابنك اللي مات خلق نطقه وهو صغير، في مشكله فيه. لو افترضنا ان ابنك مات وعنده 6 سنين، تاكد ان هذا النون الصغير خلاياه عمرها 6 سنين. واللي مش فاهم يعني ايه؟ يعني يا جماعه في حاجه اسمها عمر خليه. انا للاسف خدت النواه دي حاططها هنا. النواه بتاع ابنك عمرها 6 سنين، فخليت خلايا عمرها 6 سنين بعمر ابنك اللي مات. اه حجمه صغير ونون وكل حاجه، بس خلايا عندها 6 سنين. ودي كانت مشكله النهج الدولي. النهج الدولي لما اتولدت كان عمرها 4 سنين. يعني تاني معا، تاني معا، احنا بنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها ريبرودكتيف كولوني، استنساخ حياه. النهارده محدش يزعل على ابنه اللي مات. كل القصه انك انت هترميه وتتويه وتجيب لي حاجه من قطره. والحاجه اللي من قطره ديت هنستخدمها عشان ناخد منها النواه اللي فيها كام كروموزوم؟ 46. وهنقلها اوفم مفرغه، تكنيك اسمه سوماتيك سيل نيوكلياس. وهنطلع الحياه الجديده اللي شبه الحياه القديمه في خلق الناطر. انتهت القصه. هنا يجي مره سؤال في الام سي كيو. قال لك هل الطفل المستنسخ زي المخلوق منه بالظبط؟ اه بالظبط. بس في فرق صغير. جه من فين؟ بيعرفه عبقري. ميتوكوندريا دي ان ايه. في فرق 1 من 1000 بيجي من ميتوكوندريا دي ان ايه. انت نقلت النواه يا باشا. بس ايه؟ مش النواه كل الدي ان ايه اللي عندنا. في دي ان ايه موجود في البويضه في الميتوكوندريا. فبيعمل اختلاف واحد على 1000. ده مره سؤال في ام سي كيو. مبني على اول صفحه جينيتكس احنا خدناها. ان انا عندي دي ان ايه في النواه وفي الميتوكوندريا. فحتى لو نقلنا النواه لسه في دي ان في الميتوكوندريا بتعمل اختلافات 1 على 1000. وصلت؟ كده خلصنا استنساخ الحياه. نيجي مع بعض على حاجه اسمها استنساخ من اجل العلاج. ما يعرف بكلمه اسمها ثيرابيوتيك كلورنج. انتوا عليهم مهمه قوي. اتفضل يا شيخ. اه رحم الام. هو ايه يا جماعه الموضوع مش صعب. انتوا ليه مكبرين الموضوع؟ انتوا اصلا ما عايشين في عالم تاني خالص. يا جماعه من 3 4 سنين بدا علماء كتير يقول لك مش احنا عندنا عظم الديناصور اللي فيه النواه بتاعته مع بويضه مناسبه في الحجم ومع يطرى صناعي يرجعوا تاني للديناصور. المشكله بيحسبوا التكاليف. هل لما نعمل حديقه ديناصورات هنجيب تكاليفها ولا لا؟ يعني الموضوع مش خيال علمي. نرجع بس لموضوعنا يا جماعه. نرجع لموضوعنا يا جماعه عشان الناس اللي قاعده تفكر ان الكلام ده خيال علمي، الكلام ده ما عادش خيال علمي خلاص. نرجع لموضوعنا. عندنا مع بعض مكان استنساخ من اجل العلاج، موضوع اسمه ثيرابيوتيك كلورينج. السؤال يا جماعه، هو كلمه كلورينج بنحرك جيم من مكان لمكان، هل ده حصل في ريبرودكتيف كلورينج؟ لا. حصل حصل. حركنا الجينات بتاعت النواه من خليه لخليه ثانيه، ده حصل. حصل ان احنا حركنا الجينات من مكان لمكان. طب ناخد مع بعض حاجه اسمها ثيرابيوتيك كلورينج. احنا يا جماعه اكتشفنا من 20 سنه حاجه اسمها الستيم سيل. الستيم سيل بالعربي الخليه الجذعيه. الستيم سيل بالعربي اسمها الخليه الجذعيه. وده عباره عن جزء مكرر من المناعه اللي خد معايا مناعه، واللي ما خدش ما تقلقش، كله هياخد مناعه. عندنا مع بعض الستيم سيل الخليه الجذعيه. هي عباره عن ايه خليه جذعيه؟ ركز معايا. انت يا جماعه وانت صغير كنت عباره عن خلايا اسمها بلاستوسيست، فاكر؟ خدتوا وانتوا صغيرين مرحله اسمها بلاستوسيست. كنت عباره عن ستيم سيل. وانت جنين كنت عباره عن حبه ستيم سيل، قول 100 200 اسمها البلاستوسيست. الستيم سيل يا جماعه اول حاجه في تعريفها انها خليه اندفرنشيتد. خليه اندفرنشيتد يعني ايه؟ يعني غير مميزه عن بعض. انا مش فاهم. يعني مثلا اقعد اقول ان البرين عندك ديفرنت عن الاستومك اللي بيطلع اس ال، ديفرنت عن البنكرياس اللي بيطلع انسولين. خلايا جسمك حاليا ديفرنشيتد، كل واحده ليها ديفرنس عن الثانيه. اما الستيم سيل تعريفها انها خليه اندفرنشيتد. وبعدين انت يا جماعه كنت عباره عن ستيم سيل وانت جنين،
النهارده ما شاء الله الله اكبر في ستيمسل اديتك برين، واحده ثانيه اديتك مناخير، عين، استومك، لغايه ما كونوا جسمك. يعني انت جسمك اتكون من هذه الستيمسل. يبقى الستيمسل عباره عن خليه اندفرنشيتد حصل لها ديفرنشيشن ودت اورجن. دي وصلت؟ يبقى الستيمسل عباره عن زي خليه حصل لها ديفرنشيشن وطلعت اورجن. يعني الستيمسل عباره عن خليه اندفرنشيتد ملهاش وظيفه، بيحصل لها بعد كده ديفرنشيشن وتديك جسمك كله. المفاجاه بقى ايه؟ المفاجاه يا جماعه والموضوع اللي ضايقنا قوي ان العلماء بداوا يتريقوا على الانسان. ليه بقى؟ بعد يا جماعه ما الاورجن تكون في جسمنا لان لسه عندنا ستيم سيل في البون مارو. تخيل لسه عندنا ستيم سيل في البون مارو، لسه في جسمنا ستيم سيل. وكل ما بنكبر الستيم سيل في جسمنا بتكبر معانا. يعني انت عندك 5 قرن، تاكد ان الستيم سيل اللي عندك عمرها 5 قرن، فيسموا هذه الستيم سيل ادلت ستيم سيل. ادلت بيسموها يا جماعه ادلت ستيم سيل. ادلت ولنتين طعام بنسمي هذه الستيم سيل ادلت ستيم سيل. ادلت موجوده فين يا جماعه؟ الادلت ستيم سيل في البون مارو، اهم مكان ليها. انا عندي مثلا 35 سنه 36، تاكد ان هذه الستيم سيل تحمل نفس السن بتاعي ولسه موجوده عندي. فكانوا عمالين يقولوا لي تريقوا، يقول لك شفت ربنا خلق الستيم سيل بزياده. يعني ايه بزياده؟ يقول لك يعني في جزء اتحول لاورجن واتبقى جزء زياده، ربنا ما حسبهاش صح. كان دايما التريقه دي موجوده، يقول لك ربنا ما حسبهاش صح، ادى الانسان ستيم سيل بزياده فبعد ما ادى الاورجن بقى عنده ستيم سيل بزياده. موجوده فين؟ في البون مارو. وبالمناسبه يا جماعه كان الامبلايكال كورد بتاعنا مليان ستيم سيل. الامبلايكال كورد اللي اتولدنا بيه ده مليان ستيم سيل. عند الادلت ستيم سيل اكتب موجوده في البون مارو والامبلايكال كورد. موجوده يا جماعه في البون مارو، وزود الامبلايكال كورد. كروم ذا بون مارو اند امبلايكال كورد. وفي الامبريونيك ستيم سيل، امبريونيك يعني ايه؟ اللي هي ستيم سيل عملت الزايجوت. السيم سيل كانت موجوده في الزايجوت. هتلاقي كلمه اسمها اندي ستوبر، معلش. اندي ستوبر. بقول الكلام ده ليه؟ ان هنا في غلطه موجوده عندكم. الامبريونيك اللي هي الجنين، هتلاقوا غلطه ان مكتوب الامبريونيك بتاعت الجنين والامبلايكال كورد. الامبلايكال كورد ادلت. ليه؟ ادلت. طب ليه؟ ادلت ادلت لان مش ده جنين. احنا لما اتولدنا امبريونيك يا جماعه يعني وانت امبريو، مش مقصود بيه حاجه ثانيه. تاني مع الستيم سيل يا جماعه موجوده بعد الولادة عندنا في حاجتين، في الامبلايكال كورد وفين؟ في البومارو. بنسميها ادلت ايه؟ ادلت ستيم سيل. امال اللي عملت جسمنا حصانيه بنسميها ايه؟ امبريونيك. الستيم سيل خليه ارض ديفرنشيشن عندها القدره انها تدي اورجان. النقطه اللي وراها، هل الستيم سيل يا جماعه علم؟ علم كان من 20 سنه علم، ثوره في العلم، ثوره بدات وانتهت. انتهت من سنتين. اللي عايز يشتغل ستيم سيل ده ثوره في العلم بدات وانتهت خلاص. وهل لي ثوره يعني ايه اللي حصل؟ الكفره بره يا جماعه قدروا يعرفوا النهارده ازاي يحولوا الستيم سيل للاورجن اللي هم عايزينه. يعني بره بقى لهم 20 سنه بيجربوا، يجيبوا ستيم سيل ويحطوا عليها كيميكال فتطلع اورجن معين. قعدوا يدرسوا جسم الانسان وشافوا في جسم الانسان ازاي الستيم سيل بتدي برين وازاي الستيم سيل بتدي جدني، وقدروا يوصلوا للمركبات الصح اللي تخلي الستيم سيل تحول لاورجن معين. فهمتوا اللي حصل؟ دي ثوره بدات في العلم وانتهت خلاص. وقالوا طبعا عايز توصل ايه؟ هذه الستيم سيل اول استخدام ليها ترانسبلانتيشن. يعني ايه ترانسبلانتيشن؟ اقول النهارده يا جماعه اللي عايز كبد ما عادش هيشحت، ما عادش هيروح لباباه والنبي يا بابا ده انا ابنك حبيبك، وما عادش هيروح لابنه ولا ده انا اللي جبتك هنا. النهارده كل واحد هياخد ليفر من جسمه، ما عادش حد هيشحت، وخصوصا انك ممكن تشحت ليفر ويطرد جوه جسمك مناعه مختلفه. النهارده كل واحد هياخد الليفر بتاعه. ليه؟ طب ازاي؟ النهارده في قسم المايكرو كلينيكال بيثولوجي بتجيلنا بندخل ابره في عظمك، ابره هنا في الهيب، وبالابره دي بنقدر نطلع الستيم سيل اللي جواه جوه النخاع. هذه الستيم سيل بنراسل الكفره اللي بره، نقول لهم احنا طلعنا ستيم سيل خلاص، لو سمحت تبعتوا لنا الكيميكال تحولها الليفر. يبعتوها لنا نشتريها نحطها على الستيم سيل نطلع الليفر بتاعك الحجم اللي انت عايزه. مساله الحجم دي سهله قوي، عايز حجمه صغير سهل، حجم كبير ماشي، ده الليفر بتاعك انت. بس في مشكله. المشكله يا جماعه ان الستيم سيل اللي في البون مارو عددها قليل. يعني يا دوبك يديك 2 اورجن 4 5 مش اكتر من كده. فنصيحه ليكم، نصيحه ليكم، بدات بقى 4 سنين اكتر مكان مليان ستيم سيل امبلايكال كورد. الامبلايكال كورد اللي انتوا رميتوه وانتوا صغيرين هتعيطوا عليه فعلا.
النهارده بقى في حاجه اسمها بنوك امبلاكر كور منتشره في العالم كله، وتعمل بنك في عين شمس عندنا بقاله سنه، وانا ان شاء الله قريب افتح بنك كمان. اي واحده فيكم هعملها خاص بعد الولاده تجيب لي ابنها عشان ناخد الامبلاكر كور اللي هي ستيم سيل. لو واحده فيكم ما جابتش الامبلاكر كور بتاع ابنها مجرمه فعلا، مجرمه في الزمن ده، زي بالظبط واحده ما طعمش عيالها. ابنك هيكبر وهيدعيلي، جايز عند سن ال 40 يحب يغير كدني ولا ليفر، جايز عند سن ال 80 يحب يغير اطرافه باطراف جديده. خلي بالك ان احنا هنجمد الستيم سيل بتاعت الامريكان كورد اللي عمرها لسه يوم. فهيديك طول عمرك هيدي ابنك ده خلايا جميله، يعني اورجن لسه جديده نوع لسه بادئه من الصفر. ده اول استخدام اسمه ترانسبلانتيشن. بعض الناس تسال يقول لك الكلام ده احلام، مش احلام يا ابني. المسالك من سنتين خدت الستيم سيل من واحد وطلعت بيك ابني ويورتر. المهم رقم اثنين في الستيم سيل الجين سيرابي. الجين سيرابي، جين سيرابي، يعني ايه جين سيرابي؟ ركز معايا بقى. هنا هنسال شويه اسئله. هو اللي عنده سكر ايه سبب السكر؟ نسبه كبيره من الناس اللي عندها سكر عندها خلل في جين انسولين. خلل في جين انسولين. عمليه ايه معنى عندك بنكرياس وجين انسولين فيه بايظ؟ انك تاخد الجين بايظ وتحط جين سليم صعب قوي، بنكرياس ده مثلا مليون خليه. طب الاسهل ايه؟ الاسهل ان انا اخد الستيم سيل بتاعتك. الستيم سيل بتاعتك اخدها من عظمه. وطبعا كلنا عارفين لما اخد الستيم سيل بتاعتك هلاقي نفس العيب. عيب في جين مين؟ الانسولين اللي انت مولود بيه. يعني حتى لما اخد الستيم سيل من عظمك انت عندك عيب في جين الانسولين. بس دي خليه واحده. بطريقه اسمها جين سيرابي بنشيل الجين البايظ. واحط جين سليم. يا سلام. ده بيحصل. بنشيل الجين البايظ ونحط جين سليم، جين انسولين سليم. وبعد كده نحول الستيم سيل دي ليه بقى؟ بنكرياس، بنكرياس. ارمي القديم وخد الجديد يا ابني. ارمي القديم اللي عندك اللي فيه ورد سكر وخد الجديد، وده يعرف بالجين سيرابي. موجود؟ لا الجين سيرابي يا جماعه قدامه 10 سنين ويخلص. لسه بدأ، لسه بادئ. قدامه 10 سنين. موضوع يا جماعه انك انت تشيل جين وتحط جين مكانه وفي نفس المكان ويشتغل كويس، موضوع صعب. كده يا جماعه خدنا مع بعض نوعين من السنسير. طب بيطلعوا الشكل ازاي؟ شكل ايه؟ شكل بتاع البرجر. يا جماعه الاورجان في بتسال حته سؤال مهم قوي. الدكتور قاعد يقول لك هو شكل الاورجان بيطلع ازاي او حجمه. هو يا جماعه في معلومات مش فاهمينها بقى. هو انت يا جماعه الاورجان في جسمك على اي اساس بياخد الشكل ده؟ على اساس السبيس اللي قدامك. يعني ايه السبيس؟ هديك مثال. انت يا جماعه لما حد بياخد كابل عارفين بياخد اي لوب من كابل؟ يعني مثلا محتاج كابل من الاخ ده. عارف هيدينا ايه لوب؟ الرايت لوب اللي هو الكبير. باخد انا الرايت لوب وهو يبقى له ليفت لوب. بعد ثلاث شهور تيجي تبص على الليفر تلاقي الليفر تمدد وملى السبيس الفاضي وعنده بيتمدد ويملى السبيس الفاضي. ما اعرفش عارفين كده ولا لا. يعني كل ما تدخل ما في سبيس فاضي الاورجن بيتمدد ويملاه. ماشي؟ ده اجابة السؤال. نرجع بيجيبوا لها حاله معينه على حسب السبيس اللي احنا عايزينه. حل. المهم يا جماعه نيجي على نوع بقى سبناه اسمه الدي ان كلوني. تاني يا جماعه يعني الاخر كده يا جماعه السيراميك الكلونينج خلص انتهى. اللي هو استنساخ حياه خلص في اخر 10 سنين. الستيم سيل والعلاج بيها خلصت من سنه. تعالى بقى النوع خلص من 50 سنه اسمه يعني ما عادش حد بقى ينفع يقعد كده يقول لك وانا اكبر اشتغل في الستيم سيل. ده واحد مش بتابع خالص في الدنيا. الستيم سيل خلصت قفلوها. عرفوا النهارده كل الكيميكال اتحولها لاورجن. الموضوع اتقفل خلاص. ممكن تشتغل حاجه ثانيه كتير. نرجع لموضوعنا يا جماعه. يعني الموضوع خلاص خلص واقف بس على التطبيق يا جماعه، موضوع ان انا اخد اورجن من نفسي موضوع خلص واقف بس على خلاص انه ينتشر في العالم. واقف على التطبيق. واقف كمان. مره يعني مثلا اديكم مثال. في دواء نازل لفيروس سي اسمه الكابتافير هينزل في 2019. 2019 ده اقوى دواء ضد فيروس سي. وده اللي خلى الدواء الحالي الموجود سعره اتحرق. قال لك عرفته ازاي؟ دايما الشركات الكبيره بتقعد تخترع حاجه في 10 سنين وتحط مراحل ليها. ففي دواء نزل في 2019 للفيروس سي اسمه الكابتافير مشهور جدا. واخد شهره عالميه. من قبل ما ينزل باربع سنين. نرجع لموضوعنا يا جماعه وننسى طبعا القصص ان في حد يخترع جهاز في دقيقه وينزل في السوق. نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. هنتكلم مع بعض على النقطه اللي وراها عشان بس ما نقعش كده. ما نقعش كده. هو بس يا جماعه الناس اللي عايزه تفهم يعني ايه جين سيرابي ما قدمش وقتها خلاص والمده ضيقه وقت. هو الجين سيرابي يا جماعه كعلم بدا سنه 95 وقال لك هنخلصه 2025. الجين سيرابي قال لك احنا عايزين نعالج بالجينات صح؟
فقالك من سنة 95 ل 2005 ثم سنة 10 قالك دي المرحلة الأولى إن إحنا نعرف مكان كل جين فين وتركيبته إيه بما يعرف مشروع الجين والبشري. مشروع الجين والبشري اللي دخل فيه 14 دولة في العالم بميزانية قد مصر 10 مرات بقى يعرفوا كل إنسان جيناته فين. ما أنت عشان تصلح جين لازم تعرف مكانه ومكون من إيه والعيب بيبقى فين. فعرفوا خلاص المرحلة خلصت 2003 قبل عدد سنتين. دخلوا في المرحلة الثانية دلوقتي اللي هي المرحلة الثانية. قالك المرحلة الثانية إحنا عرفنا مكان الجين. الوقت بدأ يخترعوا الطرق اللي عن طريقها الجين البايظ نشيله ونحط جين سليم. وعايزين نضمن السليم يدخل في نفس المكان البايظ. دي المرحلة الثانية حطينا لها من 2005 ل 2015. في المرحلة الثالثة من 2015 ل 2025 اللي هي المرحلة النهائية في العلم ده. قالك عايزين نضمن حاجتين. أول حاجة إن الجين يشتغل وما يشتغلش زيادة. يعني هما خايفين مثلا يدوك جين انسولين يشتغل زيادة فبدل ما يبقى عندك سكر المرة دي اللي بهايبوجلاسيميا. فدي المرحلة الثالثة في العلم. يخلصوها 2025 طبقوا. نسيبنا من الكفر دول ونرجع لموضوعنا. نتكلم على حاجة اسمها دي ان بلوتو. وأكيد سمعتوا على حاجة اسمها مشروع الجين والبشري اللي خلص. نتكلم مع بعض على حاجة اسمها دي ان كلونينج. أو اسمه يا جماعة ريكومبيرنت كلونينج أو مولوكيولار كلونينج. عايزين نستنسخ دي ان اي مولوكيول. والنوع ده من الاستنساخ اتعمل من 60 سنة خلاص. النوع ده من الاستنساخ اتعمل من 60 سنة. وهقول لك عليه موجود دلوقتي. نفترض لا قدر الله انا عندي مرض السكر، لا قدر الله انا عندي مرض السكر. هو مصاب السكر بيديله ايه يا جماعه؟ انسولين. بيجي من فين الانسولين ده؟ من يست. من الجسم يعني بيجي واحد عنده من الجسم في عصور طلع انسولين يعني. في يست معينه يعني مثلا بيجي من الكرعي بانسولين ولا ما اعرفش. انا لو عنده سكر محتاج انسولين بيجي من فين الانسولين؟ تعالوا نشوف مع بعض الانسولين ده بيجي من فين. تعالى مع بعض نشوف الانسولين بيجي من فين. وخصوصا ان نعرف انسولين هنا انسولين خنزير بس في فرق امين بس. وناس يا جماعه اعرف حيوان ليها خنزير. المهم نرجع لموضوع بس. انا واحد عنده مرض السكر فاطلب من الدكتور اسم احمد اقول له اتبرع لي يا احمد. قال لي اتبرع لي بفلوس. لا يا احمد. انا عايزك تتبرع لي عشان اتعالج بكروموزوم واحد. انت ما شاء الله خمسه وخميسه عندك جين انسولين سليم. وستة مليار خلية اتبرع لي بخلية واحدة من جسمك اتبرع لي بكروموزوم واحد. فالدكتور احمد هيتبرع لي بكروموزوم يحتوي على جين انسولين سليم. يا بخته عنده جين انسولين سليم. يبقى الدكتور احمد هيتبرع بكروموزوم يحتوي على جين انسولين سليم. قولوا بعدين ونروح بعديها على البكتيريا. نروح بعديها على البكتيريا. كلنا عارفين البكتيريا جواها حته دي مدوره اسمها ايه؟ بلازمين. البكتيريا جواها حته دي ان مدوره اسمها بلازمين. تاني يا جماعه الدكتور احمد اتبرع بكروموزوم يحتوي على جين انسولين سليم. انا بايظ هو سليم. وبعد كده جه رحت على البكتيريا خدت منها حته دي ان مدوره اسمها ايه؟ بلازمين. انا عايز يا جماعه اخد جين انسولين ده اخده وانقله هنا. عايز اقصه وانقله واحطه وسط الدي ان بتاع بلازمين. ازاي نقدر نقص الجين وناخده ونلزقه هنا؟ طب سهل ان احنا نلزقه بانزيم اسمه دي ان لايجيز. بس ازاي اقدر اقصه وانقله هنا؟ قال لك في انزيم موجوده. انزيم موجوده بتقطع الدي ان في اماكن محدده. عايزين حد يقول في امتحان بيجيب مقص ويقطع الدي ان او سكينه حاميه. بنجيب انزيم بتقطع الدي ان اسمها ريستريكشن انزيم. تاني بقى في انزيمز موجوده احنا عارفينها بتقطع الدي ان اسمها ريستريكشن انزيم. وحتى اسمها ريستريكشن بتقطع في اماكن ريستريكتد اماكن محدده. يعني مثلا في انزيم اسمه ايكو ار 1. ايكو ار 1 بتقام وسموه كده ليه؟ هقول لك ليه. هذا الانزيم اللي بيقطع الدي ان اي اللي اسمه ايكو ار 1 لقوه في الاشريشيا كولاي. ايكو اشريشيا كولاي ار ريستريكشن انزيم 1 ده اول انزيم بيقطع مكتشف في الاشريشيا كولاي. تاني عندنا انزيم بتقطع الدي ان اي عندنا نسميها ايكو ار 1. دي عباره عن انزيم بتقطع الدي ان في اماكن محدده اماكن ريستريكتد مثال ليها ايكو ار 1. ايكو يعني شيشه ار 1 اول انزيم مكتشف فيها. هذا الانزيم احنا عارفين مثلا بيقطع الدي ان فين فهستخدمه ان اقطع الدي ان قبل جين انسولين وبعده. عن طريق هذا الانزيم هنقطع الدي ان قبل جين انسولين وبعد جين انسولين. وبعد كده يا جماعه جين الانسولين ده بيتنقل هنا. جين الانسولين يتنقل وسط البلازمين. وخلي بالك البلازمين قطع لك نفس الانزيم. طب انت بتحط جين الانسولين وسط البلازمين هتلزقه بانزيم مشهور اسمه دي ان ايه؟ لايجيز. بقى عندي بلازميد
شغال كفيكتور. يعني ايه فيكتور؟ حامل، حامل لمين؟ حامل الجين. هنا البلازميد حامل فيكتور لجين انسولين، ويسموا اللي حصل ده ريكومباينيشن مولكيول. عمره ما كان موجود في الطبيعه. في الطبيعه في بلازميد، عمره كان بلازميد على جين انسولين، ده اللي حطه. الريكومباينيشن ده اللي عامله. خدنا بلازميد من مين؟ من البكتيريا. وجين انسولين السليم من دكتور مين؟ احمد. حلو. بعدها دكتور عمرو. بعد يا جماعه ما خدنا البلازميد اللي بيحتوي على جين الانسولين، هذا البلازميد بندخله في حاجه من اثنين، يا اما ادخله في بكتيريا، او بلازميد او جين انسولين ادخله في بكتيريا، او ادخله في فطر الخميره. دكتور عمرو، هو فطر الخميره اللي هو اسمه ييست، ينفع يدخل جواه بلازميد؟ اول مره في الجينيتكس قلنا البلازميد دي مكانين التواجد، بكتيريا وفنجس. اللي حد فاكر البلازميد يتواجد في حاجتين، بكتيريا وفنجس. الييست هو فطر الخميره، ده فنجس. الييست ده عباره عن فطر يا جماعه، فطر الخميره. المهم يا جماعه، البكتيريا خلال اسبوع تبقى كام؟ مليار. تخيل بقى عندي مليار بكتيريا، والفطر خلال اسبوع هيبقى مليون. مليون فطر، وكل واحد بيتكاثر، وهو بيتكاثر بيكثر معاه البلازميد اللي بيحتوي على جين ايه؟ جين انسولين. بقى عندي مليار بكتيريا عندها بلازمين عليه جين انسولين، مليون فنجس عنده بلازمين عليه جين انسولين. طب سؤال يا جماعه، كل المخلوق هو جين، هيعمل ايه؟ هيصنع بيه، هيقدر يصنع البكتيريا صنع انسولين، او الفطر هيبدا يصنع انسولين. احنا بنستنى عليه لغايه ما صنع الانسولين ده، ناخده نعفيه في سرنجات ونبيعه. يعني الانسولين يا جماعه اللي مستخدم حاليا تم تصنيعه في بكتيريا او فطر، هي عندها الجين وتتكاثر وتطلع لي انسولين بره، انا اخده عبيه في سرنجات واكسب فلوس كتير قوي. دكتور عمرو مش فاهم. يعني يا جماعه نقدم الشكر الاثنين، للدكتور احمد والبكتيريا اللي ساعدتنا. بنقدم الشكر للدكتور احمد والبكتيريا اللي ساعدتنا وخدنا منها بلازمين. فهمت القصه؟ بعض الناس يقول لك هو الانسولين بس اللي البكتيريا بتصنعه. لا يا جماعه، اي حاجه في حياتنا فيها مشكله. يعني لو حد وزع بنطمنه. لو حد وزع بنطمنه ان انا ممكن اجيب له الجين بتاع جروس هرمون واحطه في بلازمين والبكتيريا تطلع له جروس هرمون، ما يبقاش وزع. بنطمن الناس. الناس اللي عايزه حاجات كتير بنصنعها عن طريق الكلام ده، سواء انسولين، جروس هرمون، فاكسين. كده خلصنا دي ان كلوننج. ده بقى 60 سنه. كان لازم اسالوا حياتكم الانسولين بيجي من فين؟ عرفتوا بيجي ازاي دلوقتي؟ هو يا جماعه سؤال، تعرفوا بقى الكلوننج ان احنا نقلنا جين من مكان لمكان، صح؟ صح. تعريف الكلوننج ان احنا نقلنا جين من دي ان ايه مولكيول لانذر دي ان ايه مولكيول، صح؟ حد يبقى يسال الجزء اللي فات؟ ايكو ار واحد، ايكو اشريشيا كولاي، ايكو اشريشيا كولاي ار ريستريكشن انزايم. وان اول انزايم اكتشف فيه، في انواع كتيره من ريستريكشن انزايم بنستخدم المناسب لينا عشان يطلع قبل وبعد الجين. طب ناخد مع بعض بقى الاندورفين ده يا جماعه، عباره عن ماده بين كيلر. لو انتوا عارفين نرجع لموضوعنا يا جماعه، هنتكلم مع بعض على موضوع بقى اسمه الدي ان بروب. ركز معايا، اخر حاجه بنقولها الدي ان بروب. هنتكلم مع بعض على موضوع اسمه البروب اند هيبريدايزيشن. كلمه هيبريدايزيشن معناها تساوي. طب ركزوا معايا يا جماعه، عشان الكلام عندك مكتوب بطريقه مش كويسه خالص. الكلام عندك مكتوب بطريقه مش كويسه بس انت ملزم بيها. الكلام اللي هقوله دلوقتي مكتوب بطريقه مش كويسه بس انت ملزم بيها. البروفه يا جماعه اند هيبريدايزيشن، معنى هيبريدايزيشن تساوي. كنا خدناها في كده اسمها في المناعه، حد خد مناعه معايا ما خدش حاجه. اسمها هايبريدوما، اللي بتجوز الاثنين لبعض. يبقى عندنا مع بعض كلمه اسمها بروب اند هيبريدايزيشن. هو السؤال يعني ايه بروب ديت؟ ركز بقى معايا. البروب ده يا جماعه حاجه بتصنع في شركات بره، بيصنعوها بتساوي مليارات، مليارات من الفلوس وبيبقوا حلنا. يبقى اللي قاعدين صنعوها بره بيبعتوها لنا. ايه عباره عن ايه بقى البروب؟ بص معايا. ده عباره عن فيروس سي. ده عباره عن فيروس سي. وده عباره عن الايدز. هنفترض مع بعض ان ده الايدز. ده السيكونس بتاعه. بس هو في ناس قاعده ورا مش فاهمه يعني ايه كلمه سيكونس. هنعمل ايه دلوقتي؟ بلاش كده، خليها كلها ايه ورا بعض عشان يسمعوا.
ده عباره عن فيروس ايد وده عباره عن فيروس سي. كل فيروس من ده على الاقل عباره عن من 40 ل 300 كيلو بيز. حد فاكر الكلام ده؟ يعني ايه كيلو بيز؟ ده عباره عن فيروس سي وده عباره عن فيروس ايد. ده السي وده الايد. سؤال صغير يا جماعه، السيكونس هنا هل نفس السيكونس هنا؟ هفهم الناس عن ايه سيكونس. السيكونس هو ترتيب البيزز. هل ترتيب البيزز هنا هو نفس البيز اللي هنا؟ اكيد لا. ما هو لو نفس السيكونس نفس البيزز يبقى نفس الفيروس. طيب النقطه اللي وراها، احنا لو جينا نبص على اول 20 بيز في اي فيروس هل ممكن يتشابهوا؟ استحاله. استحاله يا جماعه اول 20 بيز في اي فيروس يتشابهوا، استحاله. ليه بقى؟ اقول لك ليه. فاكرين يا جماعه عدد الكودون كان كام؟ 64. يعني 3 بيز ورا بعض كان عاملين 64 احتمال. تخيل 20 بيز ورا بعض يعملوا مليون احتمال. استحاله اول 20 بيز في اي فيروس يتكرروا. فهنسمي المنطقه ديت اللي هي اول 20 بيز في اي فيروس هنسميها سبيسيفيك سيكونس. هنسميها يا جماعه سبيسيفيك سيكونس. يعني لما اجي اسالك يعني ايه سبيسيفيك سيكونس بتاع فيروس سي؟ اقول له اول 20 بيز. اقول لك سموها ليه سبيسيفيك سيكونس؟ اقول له ده عباره عن سيكونس. بيز ما تتكررش مع اذر فيروس. اسمها سبيسيفيك ايه؟ سيكونس. اول 20 بيز في فيروس ايد اسمه سبيسيفيك سيكونس. يبقى ده يا جماعه اسمه سبيسيفيك سيكونس وده سبيسيفيك ايه؟ سيكونس. هنقول بعدين. هل يا جماعه المعلومه ديت ممكن تخليك تسمع حاجه؟ لما اقول لك ان اول 20 بيز هنا غير اول 20 بيز هنا، هل المعلومه ديت ممكن تخليك تصنع حاجه نشخص بيها غير الابره في الحرب الفيروسيه؟ بصوا العلماء اللي فكروا قال لك طب احنا ما نصنع نيوكليك اسيد. نقول له نيوكليك اسيد. هنصنع نيوكليك اسيد عباره عن 20 بيز مكمله للناحيه الثانيه. يعني مثلا هنا جي جي جي. ده عباره عن نيوكليك اسيد مكمل للناحيه الثانيه. طب هو نيوكليك اسيد صحيح نوعه ايه؟ انتوا عندكم دي ان اي وار ان اي. دي ان اي وار ان اي. وفي ناس تعرف ان في نوع نيوكليك اسيد اسمه بيبتايد نيوكليك اسيد. بغض النظر نيوكليك اسيد 17 نوع دلوقتي. يبقى احنا عندنا مع بعض هنصنع حته نيوكليك اسيد مكمله للناحيه الثانيه، مكمله حته اسمها سبيسيفيك ايه؟ سيكونس. تعالى مع بعض الشركات بدات تصنع هنا تي تي تي. الشركات بدات تصنع نيوكليك اسيد مكمل للناحيه الثانيه، مكمل لحته اسمها سبيسيفيك سيكونس. وبدات تخلي هذه البيزز ليبل، ليبل يعني متعلمه. ليبل معلمه، متعلمه عليها فوسفورس مشعه. هذه البيزز ليبل متعلمه عليها فوسفورس مشع. تاني يا جماعه الشركات يا جماعه بما ان يا جماعه اول 20 بيز في اي فيروس مختلفين وسميناهم سبيسيفيك سيكونس، ده يسهل لنا ان احنا نخترع حاجه ظريفه قوي. هنخترع حته نيوكليك اسيد هنصنعها عليها كام بيز؟ 20. وهنحط عليها فوسفورس مشع. فوسفورس مشع. طبعا ده يبقى اللي اخترعوه ده يا جماعه اسمه جروب. حد بقى يقدر يعرف جروب؟ ثلاث كلمات. اول حاجه الجروب عباره عن نيوكليك ايه؟ اسيد. يا دي ان ايه ار ان ايه حسب لغه مش قضيتنا. كومبلمنتري حته اسمها سبيسيفيك سيكونس. اخترعوه بحيث يبقى مكمل لحته اسمها سبيسيفيك سيكونس. ليبلد يعني متعلم عليه فوسفورس مشع. يبقى ثلاث كلمات يا جماعه تعريف الجروب. اللي انت شايفه ده اسمه جروب. جروب اوف فيروس سي. تمام؟ هي كلمه جروب يعني بالعربي. جروب يعني اداه تشخيصيه. أداة تشخيصية؟ طب إزاي هيسموها كأداة تشخيصية؟ هنشوف دلوقتي يا جماعة إن معنى جروب أداة تشخيصية وهنشوف إزاي بيستخدموه. المهم يا جماعة ده الجروب بتاع فيروس مين؟ سي. وده الجروب بتاع فيروس مين؟ الإيد. تعريف الجروب حتة نيوكليك أسيد مكملة لحتة اسمها سبيسيفيك سيكونس ليبل عليها فوسفورس مشع. عيد تاني يا جماعة. الجروب عبارة عن حتة نيوكليك اسيد مكمله حته اسمها سبيسيفيك سيكونس ليبل عليها فوسفورس مشع. طب ده الجروب بتاع فيروس سي وده الجروب بتاع فيروس الايدز. طب ده هيفيدنا في ايه ان شاء الله؟ بصوا معايا معلش حاضر. بصوا معايا ده هيفيدنا في ايه؟ الجروب يا جماعه بتاع فيروس سي الشركه مصنعاه. بيصنعوا بجنيه، تخيل بيقف عليها بجنيه 2 جنيه، بيدوها لنا 50 جنيه. شو تقلت الادب. المهم السؤال ده حضرتنا بقى يا جماعه، انا في المعمل بلاقي ناس جايه تحلل عندي فيروس سي. ناس جايه تحلل عندي فيروس سي. بيجي لي واحد مصري اصيل، انتوا تعرفوا زينه اصيل،
بيقول انا عندي بي وبالهرسيا وجاي اطمن اذا كان سي موجود ولا لا. ده مصر اصيل. وهلاقي واحد تاني مصر فافي يقول لي انا جاي من الكويت خايف يكون ولاد الكلب هنا عدوني. ده مصر فافي بكره هيستنى. يبقى تاني يا جماعه بيجي لي وعامل مصر مصر اصيل ومصر فافي. انا بعمل ايه؟ انا هعمل اختبار بقى لسيب كل واحد بس قبلها اخد كل واحد فلوس اهم حاجه. اخد كل واحد 100 جنيه اطلب حقي واستاخد دي من الشركه ب 50 جنيه. انا هطلع لكل واحد شريحه ازاز بعد ما اخد فلوس. كل واحد هطلع له شريحه ازاز. باخد من مصر الاصيل نقطه دم ده بيحصل في المعمل ومن مصر الفافي حبه دم. بنحط دم المصر الاصيل على الشريحه والمصر الفافي على الشريحه. نقطه دم هنا ونقطه دم هنا. وبعدين انا بعمل هيتنج تحت الشريحه بسخن بنار تحت الشريحه. الهدف ايه بقى؟ انت يا جماعه لما تسخن نار تحت الشريحه الدم ده بيرزع على الشريحه كويس قوي. اي حاجه في الدم هتلزع على الشريحه. حتى لو الدم فيه فيروس هتلاقي الفيروس لزع على الشريحه. هو ده الهدف من هيتنج. بنعمل هيتنج عشان اي حاجه في الدم تلزع على الشريحه. جربوها مره. مره احط نقطه دم على الشريحه واعمل هيتنج كويس وبعد كده حاول تغسل الشريحه هتلاقي فيه بقى اي دم لزق على الشريحه. اي حاجه في الدم هتلزع على الشريحه. وبعدين هو مين يا جماعه متوقع اللي يبقى عنده فيروس سي؟ الاصيل هو فيروس سي اهو على الشريحه لازم. المصري الفوفي ما عندوش حاجه. وبعدين انا بتصل بالشركه اقول لهم انا جالي اثنين عايزين يحللوا فيروس سي. ابعتوا لي الجروب بتاع فيروس سي. لا ما يمشيش معاك الايدز. لا يا بيه انا عايز الجروب بتاع فيروس سي. اجيب الجروب ارميه هنا وارميه هنا. وخلي بالك الجروب عباره عن حته نيوكليك ايه؟ اسيد. اسيد. عباره عن حته نيوكليك اسيد كومبلمنتري منطقه اسمها سبيسيفيك سيكونس. يعني لو لقيتها يحصل هيبريدايزيشن. يعني ايه هيبريدايزيشن؟ تزاوج. تزاوج. والبروب ده عليه فوسفورس مشع. ليبل بفوسفورس مشع. هل هنا البروب هيلاقي فيروس سي؟ هيلاقيه ويحصل بينهم تزاوج. يحصل بينهم تزاوج. هل هنا هيلاقيه؟ يعني هنا البروب بقى باوند وهنا ان باوند. هنا باوند وهنا ان باوند. هنا البروب باوند وهنا ان باوند. هنا لقى فيروس سي فمسكه اتجوزه لزق فيه. هنا ما لقاش حاجه ففضل ان باوند. وبعدين اخر خطوه اعمل ووشنج. يعني ايه ووشنج؟ ميه على شريحه بحيث الحاجه الان باوند تقع وارمي في الحوض. ووشنج. ميه على الشريحه وارمي في الحوض. لما اعمل ووشنج ايه اللي هيقع؟ لما اعمل ووشنج مين هيقع؟ الان باوند هيقع صح؟ الان باوند هيقع. بس يا جماعه خلصت التجربه خلاص. هي خلصت على ايه؟ خلصت يا جماعه ان المصري الفافي بنعرفه ان هو شريحته مش منوره. ما بشعش. الاصيل ما شاء الله شريحته مشعه ومنوره. ده المصري الاصيل. شريحته مشعه ومنوره وده عنده فيروس ايه؟ سي. ما هي بتشع بسبب الفوسفرس. والفوسفرس ما وقعش لانه لقى الفيروس وبقى باوند بيه. طبعا مش مكتوب كده خالص في المذكره ولا الكتاب، مكتوب كلام غريب. مكتوب سطرين خلاصه. هما الخلاصه دولت عشان انت فاهم وتراجع. اتمنى تكونوا فاهمين اللي احنا قلناه. وقال لي لا ما فهمتش حاجه. بقولها تاني. بص معايا. بص معايا يا جماعه. هو يا جماعه في مشكله يا جماعه في الفوسفرس ان هو ماده مشعه وخطر على الانسان. لا لحظه يا جماعه ركزوا معايا. الفوسفرس ماده راديو اكتف وخطر على الانسان. فالشركات قالت لك بدل الفوسفرس نجيب حاجه ثانيه تتطور اسمها فلوريسنت. فلوريسنت معروف طبعا الفلوريسنت بينور. الفلوريسنت بينور بس بالمناسبه يا جماعه الفلوريسنت ما ينورش الا لو انت وجهت عليه الترا فايلت. يعني معلومه في دماغك ان الفلوريسنت ده منور. لا مش منور لازم توجه عليه الترا فايلت عشان ينور. المهم في شركات جت على البروب مثلا بتاع الايدز. جت على البروب بتاع مين؟ فيروس الايدز. وحطت مكان الفوسفورس ايه؟ فلوريسنت. حطت مكان الفوسفورس ايه؟ فلوريسنت. يعني هنا البروب بتاع الايدز ده عباره عن نيوكليك اسيد كومبلمنتري لحته في الايدز اسمها سبيسيفيك سيكونس. واخر حاجه ليبل بس مكان الفوسفورس عليها ايه؟ فلوريسنت. طيب تعالى نبص مع بعض. هو الفلوريسنت بينور؟ بينور في حاجه بنتوجه عليها ايه؟ الترا فايلت. طب بص معايا. انا عايز احلل اثنين ايدز. جالي واحد في المعمل من شرم. بيقول لي يا باشا حلل لي ايدز. عايز اطمن على صحتي عشان ارجع تاني. وجالي واحد من دوسه او راس البر عارف ربنا. نوقف كلام. يعني انا جالي نوعين من البشر. واحد مقضيها شرم
والتاني نزل جمصه وخايف على نفسه. اللي انا بعمله حقيقي ان انا باخد من بتاع الجمصه مثلا 100 جنيه وارجع للطشه باخد منه 500 جنيه. ده بعمله حقيقي. انا في حاجتين انا بزود فيهم السعر، تحليل الايدز ومخدرات. بضرب السعر في كده على طول. حالات فيهم الناس دي. المهم بطلع لكل واحد شريحه بعد ما اخد الفلوس. نقطه دم هنا ونقطه دم هنا. وسخن تحت الشريحه بحيث اي حرف دم ينزل على الشريحه. انتوا متوقعين من عنده ايد؟ تشرب طبعا. شرب يا جماعه، الجمصه ده اقوى من البحر. انا بسخن الشريحه هنا، الايد نازل على الشريحه وهنا مفيش حاجه نازله للاخ بتاع الجمصه، مفيش دمه غير عمله الصالح، ما اعرفش غير ربنا. المهم هنا الايد نازل على الشريحه، هتصل الشركه اقول لها ابعت لي البروف بتاع فيروس مين؟ الايد. تبعت لي هنا البروف وهنا البروف. هنا البروف عليه ايه؟ فلورسنت. هنا البروف هيحصل له باول وهنا هيبقى ان باول. هنا باول وهنا ان باول. لازم بعد الخطوه دي اعمل ايه؟ ووش. لازم اعمل ووش. ولا انا عملت ووش مين هيوقع؟ مع الوشنج ده اللي هيقع. بعد كده يا جماعه اوجه على الشريحتين الترا بايلوت بتاع شرم منور، بتاع شرم بيلمع، بتاع الجمصه منور. وده يثبت ان بتاع شرم عنده فيروس الايدز. هو كلمه بتوع حاجه برضه يطلع ازاي كده بعدين تحكوه. فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ اخر نقطه يا جماعه، اخر حاجه. تاني بقى الجروب يا جماعه عباره عن حته من نفس الاسيد كومبلمنت الحته اسمها سبيسيفيك ليبل عليها فوسفرس مشع عليها فلورسن. هو انت عشان تشوف الفلورس لازم توجه ايه؟ الترا بايلوت. لغايه النهارده يا جماعه في شركات شغاله بالفوسفرس، في شركات بتحط على النيبليك اسيد اسمه جروب ده فوسفرس. الفوسفرس ماده راديو اكتف خطر على الانسان، فبيقول لك الشريحه بعد ما تخلصها ما تبصش بعينك، ما تعرضش للمادة ريديو اكتف، حطها على جهاز يقيس اذا كان فيه اشعاع ولا لا. جهاز اسمه اوتو راديوجرافيك. هقول لك جيت من فين كلمه اوتو راديوجرافيك. اوتو يعني جهاز كومبلمنتري. راديو بيقيس الراديو اكتيفيتي، يعني بدل ما تبص بعينك اذا كانت الشريحه بتشع ولا ما بتشعش، غلط ان حد يتعرض لحاجه راديو اكتف. فاخترعوا جهاز تحط فيه الشريحه ونشوف اذا كان لسه الشريحه عليها فوسفورس مشع ولا لا. جهاز اوتوميتد بيقيس الراديو اكتيفيتي بيسموه اوتو راديوجرافيك. فهمتوها بقى؟ اخر حاجه يا جماعه، اخر حاجه، في شركه بقى اخيره جت على الجروب وحطت ماده اسمها البيوتين او الدايجوكسين. بيوتين وافيدين وخلاص. ماده اسمها البيوتين والافيدين. يعني بدل الفوسفورس وبدل الفلورسنت في شركه حطت على البيزس بيوتين وافيدين. اخر حاجه، اخر كلمه خلاص. بس نركز فيها شويه. في يا جماعه شركات بدل ما تحط فوسفورس او فلورسنت تحط ماده اسمها البيوتين والافيدين. ده مركب بيتحط على بعضه، بيوتين وافيدين. قالوا بعدين ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك الماده اللي اسمها البيوتين والافيدين ديت بيرموا لها سبستريت عديم اللون. بيحطوا لها سبستريت عديم اللون. فبتشتغل عليه وتطلع منه لون. قال لا مش فاهم ولا كلمه. بص معايا. ده واحد مصاب بفيروس. ده واحد مصاب بفيروس، وده واحد شريحته ما عندهاش ايه؟ فيروس. ده واحد مصاب بفيروس، وده واحد شريحته ما عندهاش فيروس. هنرمي البروب يا جماعه. البروب هنا هيمسك، وهنا البروب بتاعنا مش هيمسك. هنا البروب بتاعنا هيمسك، وهنا مش هيمسك. هنا البروب بتاعنا مش عليه فوسفورس ولا فلورسين، عليه ماده اسمها بيوتين وافيدين، بيوتين وافيدين، بيوتين وافيدين. وهنا نفس الكلام، بيوتين وافيدين، بيوتين وافيدين. هو مع الوشنج مين هيوقع؟ مع الوشنج ده هيقع. مع الوشنج ده هيقع. قال له بعدين؟ يا ترى هشوف الضوء ازاي؟ مفيش ضوء ده اولا. قال لي طب هشوف اوجه الترا فايلت، مفيش الترا فايلت ومفيش ضوء. وما تعمل ايه؟ بنرمي يا جماعه هنا على الشريحه سبستريت عديم اللون. برمي على الشريحه دي والشريحه دي سبستريت عديم اللون. بس هذا السبستريت بيطلع عديم اللون الا في حاله واحده، يعني نشوف مين؟ يعني يتحد مع مين؟ مع البيوتين الافيدين. لو موجود هيتحد معاه يطلع منه ايه؟ لون. ايه ده؟ يعني انا لو حطيت السبستريت وفضل عليه من اللون يبقى هنا مفيش فيروس. لو حطيت السبستريت ولونه اتغير طلع لون، معناه البيوتين الافيدين مسكوا فيه، معناه انه ما وقعش مع الوشنج اللي هو باول. فاهمين يا
يعني هنا بشوف الكلر تشينج، هنا بشوف الكلر، هنا بشوف الكلر. قلت له مكتوب عندنا ان البروب استخداماته زي البي سي ار. هو فين البي سي ار؟ ده هنقوله بعدين ان شاء الله. كده بقى خلصنا درس الفصل التعليم، الحصه صغيره، اتمنى تكونوا فهمتوا. بالمناسبه بقى ايه اقراها كده عشان نخلص منه دلوقتي. اقرا البرنسبل اللي عندك. هو البرنسبل اللي عندك ده اختصار، يعني اختصار لواحد فاهم او واحد حتى مش فاهم، مش كده، هو ده اختصار. فلو فهمته هو خطا. يعني البرنسبل اللي عندك كده سطور، لو انت فهمتهم التست ده قايم على ايه تبقى بطل. لو فهمتهمش اشرح اللي انت فاهمه تبقى بطل برضه. يعني احنا بنحاول في البرنسبل نقول الكلام بطريقه مختصره. المشكله من كتر ما هي مختصره ممكن تضيع. دكتور هو الكتاب هينزل امتى ان شاء الله؟ طب خلاص الكتاب هينزل امتى؟ يعني الكتاب بقى عدى ال 500 هينزل امتى بقى؟ 500 ايه بس 100 اصلا؟ ايوه هينزل امتى برضه؟ الكتاب انت لا الناس اللي حجزوه يعني.